واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج نجوم مصريه. برنامجنا هو اول برنامج مصري عربي يسلط الضوء على جميع النجوم المصريه كل المجالات والتخصصات. واول نجم بنشرح له وجوده معانا النهارده الدكتور ايهاب عبد الرحمن، دكتور الاداره الفكريه والنفسيه. اهلا بحضرتك، شرفنا العنوان نفسه كإدارة نفسية، إن أنا إزاي بعمل إدارة معينة فكرية بالسبيل إن أنا أوصل عن طريق القلب والعقل والبيت والذات، وده كله من داخل النفس نفسها. الإدارة النفسية أهم الأمور الحياتية اللي إحنا لازم نتعلمها في حياتنا، لأن شخص بلا إدارة يعني شخص بلا كيان. شخص بلا كيان مستحيل أبدا إنه يوصل لأي هدف أو يوصل لأي ذات هو هيقدر يحققه في حياته. فعلشان أحقق الحياة لابد إن أنا يكون عندي خطط معينة بتمشي عن طريق الإدارة نفسها. فبناء على الإدارة النفسية هي عبارة عن جداول معينة وزمنية، جداول معينة زمنية ونفسية وفكرية وذاتية لازم إن أنا أتعود كويس جدا إن أنا أمشي عليها وأخططها وأعيشها علشان خاطر إني أربي ابني او اتعايش مع اهلي او اتعايش مع المجتمع او ان انا اعمل نخبة من الاصدقاء، ان انا ازاي ان انا اخلي في رابط معين بيني. يعني التوازن النفسي ما حدش هيقدر يوصل لكمية التوازن النفسي بدون وضع خطط معينة هو يتعايش عليها. أنا هضرب مثال بسيط جدا، من الأب في البيت محتاج إن هو يربي أولاده، محتاج إن هو يتعايش مع المجتمع اللي هو عايش فيه. فوريدي لازم يعمل بنفس المستوى اللي هو عايش عليه يعمل له توازن نفسي، التوازن النفسي ده لازم يكون من داخل المجتمع اللي هو عايش فيه. الأب لو هو نفسه ما عندوش كمية التوازن النفسي اللي موجودة مستحيل أبدا إنه يوصل كمية التوازن النفسي للأفراد اللي عايشين معاه. أنا علشان خاطر إني أعمل مقاييس للتوازن النفسي إني أكون شخص ناجح في حياتي نفسيا الأول قبل ما أكون إداريا أو أكون في مجتمعي العملي أو في أي حاجة من الحاجات دي، إني لازم أخلي في حاجة اسمها رؤية التوازن. التوازن هي إيه؟ هي وضع الكيل مقابل الكيل. الشيء اذا كان عندي فيه فكره معينه انا باجي احققها لازم ان انا احط لها الخطط والمقاييس النفسيه اللي انا اتعايش عليها. فما ينفعش ابدا يكون اب كذاب ويعلم اولاده الصدق، لازم يكون في توازن، لازم يكون في توازن. ما ينفعش ابدا يكون في واحد بيعلم ابنه الفاظ مش كويسه او الفاظ خارجه ارجع في الاخر اقول يعني لما يكبر ابنه وبعد كده ترجع له نفس الالفاظ او يرجع له نفس الامور العلاقيه او العلاقات النفسيه اللي هو ربى ابنه عليها، فترجع تكون عائد راجع عليه، فما يزعلش منها لان هو ده اصلا المحتوى الفكري اللي هو غرزه او زرعه في ابنه او بنته في نفس المجتمع اللي هو عايش. طب في مقاييس معينه للتوازن النفسي او الخبرات او كده، ازاي اعرف ان انا عندي توازن نفسي؟ هو التوازن النفسي لازم اني اعمل انا الاول لنفسي مقياس نفسي. لازم اشوف نفسي وسط المجتمع اللي انا عايش فيه، هل انا صادق مع المجتمع ده؟ علشان انا اطلب مجتمع يكون صادق معايا ولا لا؟ هل انا عندي حسن اداره نفسيه علشان اطلب من الناس ان انا يكون عندها حسن اداره نفسيه ولا لا؟ هل انا انسان اصلا ناجح بحط خطط ومعايير ومقاييس لحياتي علشان انجى عليها، ولا انا بس ماشي وخلاص زي ما تيجي تيجي زي ما بيقولوا في بعض المجتمعات؟ لا، الحياه لابد انها يكون لها خطط معينه بسبل معينه موجوده عندي. انا علشان انجح في مشروع معين بعمل حاجه اسمها دراسه الجدوى. دراسه الجدوى دي موجوده اصلا كمان قبل ما تتعامل انها تكون على ورق او تكون على اي حاجه موجوده. لازم دراسه الجدوى دي تكون موجوده في الخطه النفسيه للبيت والاسره، لان بيت عندي بدون خطه نفسيه
عمره ابدا ما هيكون بيت في قمه التوازن، زي ما انا باجي مثلا كاخ اول الشهر او اخر الشهر لما باجي اقبض مرتبي بكون عارف ان ده الاكل بيبقى كذا، ايجار البيت كذا، الحاجه الفلانيه كذا، بيكون المرتب موزع على نفس الحاجات دي. انا عندي برضو الحسن في الاداره النفسيه لابد ان يكون على مقاييس وعلى جداول معينه اوزع عليها نفس المقاييس دي، حب اولادي، نسبه عطائي، نسبه ذاتي والتعامل معاهم، كميه الاهتمام اللي موجوده بيهم. النجاح مطلوب ومهم، ولكن في لابد من وقت معين ان انا اقعده مع اولادي، لابد ان انا في حاجات معينه ان اتعايش معاها في وسط المجتمع اللي انا عايش فيه. ما ينفعش ابدا ان اكون فاقد لشيء واعطيه للناس، لابد انه اكون الاول عندي توازن ذاتي جوه نفسي عشان اقدر ان انا اوصله لكل المجتمعات اللي موجوده معايا. والله انا عن نفسي يمكن ماده الاداره النفسيه انا خليتها الاجبار، مش اجبار مني يعني بالعكس، ولكن هي انا خليتها ايه حاجه تحسنيه، ان انا عاوز ازرع قسم زي قسم التحليل او قسم زي قسم الاعلام او الاقسام اللي موجوده، ان ابين للممرض او الممرضه ازاي يتعامل مع الناس. عمره ما هيقدر يتعامل مع الناس وهو اصلا مش عارف يتعامل مع نفسه. يعني النهارده كل واحد او كل طالب بيجي من وسط داخل المجتمع ده له صفات وله علاقات وله ذات وله نجاح عنده سلبيات وبرضه نفس النظام، فانا بحاول ان انا احط ايدي على بعض النقاط الضعف اللي موجوده في كل طالب واحاول ان انا اعالجها. يعني الحمد لله رب العالمين، حتى معروف وسط الطلاب اللي موجودين عندنا ان احنا الاب لازم يكون من داخل الجامعه من صف الدكاتره اللي موجودين، الاب من داخل الصف اللي موجودين اللي هم الاساتذه اللي موجودين داخل، لابد ان احنا نعلم ولادنا ازاي انهم يكونوا ناجحين في تربيه نفسهم. علم نفسك قبل ما تعلم غيرك، غير ان هو علشان يتعايش بعد كده سواء في فن التمريض او حاجه زي كده لازم يكون عنده فن السلوك، فن الحياه، ازاي ان هو يقدر يكون حسن اذا مريض عنده شيء من الامراض المزمنه والعياذ بالله. لو نسال الله يا رب الشفاء لكل مرضى المرضى المصريين وكل المرضى على مستوى العالم، ازاي ان هو يوصل له الحاجه دي بصوره حسنه. يعني ما يجيش يقول له انت عارفين كده حاجه فلان، لا، ازاي ان هو يمتص الم المريض، ازاي ان هو يكون في نفس الوقت ابتسامه عنده نوع من انواع العلاج اللي النهارده اصبحنا بنفتقدها في للاسف الشديد في اغلب المستشفيات عندنا وفي اغلب الاشخاص نفسهم. والسبب عندنا يعني لما نيجي ندور في الاسباب اللي موجوده معانا بنلاقي ان الاسباب اننا احنا اصلا كاشخاص بنتعامل فاقدين الشيء لنفسنا، فعمرنا ما هنقدر ابدا ان احنا نوصل لمرحله التوازن سواء مع مريض او مع اي حد. والله بص انا لو يعني انا عن نفسي الاختبار النفسي طالب داخل لسه جديد، في بعض الناس بترجحه، ولكن انا نفسيا لو كل واحد فينا تخلى، انا بقولها بصراحه، لو كل واحد فينا تخلى عن اي حد عنده مشكله نفسيه هنلاقي نص الطلبه بتوعنا بره الجامعات بره المؤسسه. فانا ليه انا مخدوش وابدا ان انا اعمله كارض خصبه، ان انا ازرع في شجره كويس وانا محتاج ان انا اجيبه من بره جاهز سلوكيا علشان طب انا ايه دوري؟ انا ايه دوري بقى في المجتمع؟ نسبه عطائي ايه اللي موجوده جوه المجتمع؟ ان اجيب واحد سوي او سليم او يعني ارادته كلها متكامله، طب انا ايه دوري في المجتمع؟ بالعكس، انت لما تجيب طالب عنده مشكله تبدا ان حضرتك احسن من سلوكياته، ابدا حضرتك ان احسن من ذاته، ابدا ان انا ازرع جواه امله واعضاءه من الحياه زي ما فيها الوحش فيها الكويس. الحاجه دي في نفسها بتكون مصدر نجاح في نفس الوقت، ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيتخلى عنك، خاصه انك بتدور على انك تعالج حد اصلا جواه مرض جوه نفسه. دي حاجه ثانيه، ايه اسباب ان الطالب ده عنده مشكله نفسيه؟ ممكن يكون عنده مشكله نفسيه في البيت، عند والده من والدته من اهله من جيرانه من اصحابه، في مولود بيه اصلا داخل المجتمع اللي هو عايش فيه، كالعادات للاسف في بعض المجتمعات بتبقى عادات سيئه جدا والناس ماشيه عليها سنوات، ولكن انا لازم ان انا اقف عندها. انا لو انا سبت وتخلى كل واحد من المترش سنين ساب الحاجه وتخلى عنها، يبقى احنا ما عندناش دور ابدا ان احنا نتكلم في الحاجه. بالعكس، دورنا ان احنا نبني مجتمع، عشان ابني مجتمع لازم اتعب في المجتمع نفسه،
لازم اتعب مع كل طالب، لازم ان انا احاول ان انا اخليه ان هو جواه امل لبكره، عشان لما يجي بعد كده اقدر ان انا اقول له حب وطنك هيحب وطنك جوايا انا اللي خده مني انا. ما ينفعش ابدا ان انا اقول له حب وطنك وانا باجي اضربه على ايده زي الولد اللي بيلعب بالكبريت، كل ما امسكه يعني احرقه بالكبريت. هو معنى ان انا بحرقه بالكبريت ان انا كده خلاص عرفت المشكله؟ مستحيل ان انا ما عرفتهاش، ولكن انا بزود المشكله عنده اكتر، انا بخلي عنده فرد من حاجه معينه موجوده مع انها شيء مجتمعي المفروض عليه. 24 ساعه بيتعايش مع الكبريت، فانا ازاي ان انا اخليه يتعايش مع الحياه اللي هو متعايش عليها؟ وده دوري ودور كل المختصين في نفس المجتمع اللي احنا بنعيش فيه عشان نقدر ان احنا نرفع من المستوى ده. ان شاء الله ربنا يعني يا رب يطور من بالذات وكل الناس دي ان شاء الله شغل في الايام اللي جايه وفي العصور اللي جايه ان شاء الله يكونوا مصدر نجاح لبلدنا، نتعلم منهم يوم عن يوم ويكونوا مصدر تعليم برضه لكل اللي هيجي بعدهم ان شاء الله. اي حد نجح بيقابل صعوبات وتحديات في حياته، احنا بس بنعرف لحظه النجاح، ولكن لما بنعرفش سنين التعب والشقا والمجهود فاكيد حضرتك شفت حاجات كتير جدا في حياتك صعبه، فعايز اعرف ايه هي وازاي اتغلبت عليها وازاي حصلت على نجاح انت في حياتك. والله هو النجاح ما فيش كلمه، النجاح سنوات، يعني ازاي انك تذاكر، ازاي انك تجتهد، ازاي انك تعمل ابحاث، ازاي انك تكتب بين الناس، ازاي انك تعيش الام اصلا مش في جسمك، مش في جسمك، وازاي ان انت في نفس الوقت حضرتك بتشوف الالم من شخص معين وحضرتك في نفس الوقت زي ما بيحصل بعض معايا انا شخصيا برجع طول الليل لان الوجع ده جوايا انا، او ان انا بتعرض لمشكله مثلا لو انا اعمل عليها مشكله بحث معينه بعمل المشكله للاسف الشديد انا ما بعرفش اخرج من النطاق كاني بالظبط عامل زي الممثل اللي تقمص شخصيه الحاله نفسها. برضه النجاح محتاج احافظ عليه، النجاح مش كلمه ابدا، النجاح سهل وفعل والم يعني اصعب ما في النجاح انك تزرع تشتغل على نفسك وتلاقي وراك حد بيهمك، وده الحمد لله متوفر معانا جدا. احنا متوفر معانا الموضوع ده جدا جدا جدا، ان احنا الناس مش يعني الناس بتشوفك ناجح وللاسف الشديد ما بيقولكش مثلا ان انا يعني ربنا يوفقك. لا 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 مش انا مش عايز يشجعني بس يسيبني في حالي، لا هو ولا مشجعني ولا هو سيبني في حالي، فبيبدا ان هو يزرع مشاكل، يزرع مشاكله جوه المجتمع اللي هو عايش فيه. وبرده دي حاله مرضيه على فكره، يعني دي من ضمن الحالات المرضيه، يعني اشوف واحد ناجح وابدا ان انا ازاي ان انا اهد نجاحه. طب ما افكر اخذه مثلا خطوه او اخذه مثلا اعلى ليا احاول ان انا اكون زيه، شوف هو عمل ايه وتعب علشان خاطر وصل للمرحله اللي هو فيها، بدل ما انا اروح اهد الحيطه اللي هو بناها، طب ما انا احاول ان انا طب ما ابني جنبه حيط تاني واتعلم منه واشوف عمل الحاجه ازاي، بدل ما هو زرع ثمره كويسه الكل بياكل منها، بلاش ان انا اقطع الشجره دي، بلاش انك تهد ايدك وتقطع الشجره، لا بالعكس نمي الشجره وازرع شجره كمان جنبها، هتلاقي ان احنا المكان كله بقى اخضر جنبنا، ليه نزرع ان نحط نار جنب خضار او نحط الجنه زي جنب النار زي ما الناس بتقول، لا عود نفسك انك دايما كل نجاح له الامه، واصعب ما في الام النجاح انك تلاقي اقرب الناس ليك ناس اكلت معاهم عيش وملح يحاربوك في نجاحك. دي مشكله احنا للاسف الشديد يعني من اصعب الحاجات اللي انا بعاني منها النهارده وامبارح وبكره وبعده، هفضل مدى الحياه نفس المشكله. وانا بشكر كل واحد اللي بيدعم كل حد ناجح وبقول له يعني اكيد ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلك في يوم من الايام، واي حد عنده حقد نسال الله عز وجل ان يشفيه من يعني الحقد والمرض اللي هو فيه ويطهر نفسه من جوه. بس مش اكتر من كده يا رب. وعلشان تنجح لازم تحدد الاهداف اللي انت عايز تنجح فيها. ما ينفعش ابدا انجح وانا شخص مشتت، يعني انا بشتغل ولا علاقه الاداره النفسيه، عايز احدد هل انا اداره نفسيه ولا انا صحه نفسيه، هل انا اداره نفسيه ولا تنميه بشريه، هل انا سلوك ولا اداء ولا فعل ولا ايه بالظبط. لازم احدد الهدف اللي انا هوصله، لاني اذا حددت هدفي وصلت بسرعه دي الحاجه. ما ينفعش ابدا ان انا اعمل عده ابحاث في مجالات مختلفه وارجع في الاخر اشتكي ان انا ما وصلتش، لا
اعرف كل حاجة، اعرف حاجة عن كل حاجة، واعرف كل حاجة عن حاجة واحدة. بس كنت عايز تنجح، وانا بعيد الحكومة دي علمها لي والدي من وانا صغير، اللي اعرف حاجة عن كل حاجة في الدنيا، اعرف التجارة واعرف العمالة واعرف اعرف كمعرفة عامة. ولكن انا عشان انجح في حاجة معينة اعرف عنها كل حاجة. عشان انجح في الصحة النفسية لازم ان اعرف خطوات الصحة النفسية وادائها وضرها وسلبياتها وعطائها وكل حاجة موجودة. عشان انجح في الادارة النفسية لازم اعرف كل محتويات الصحة النفسية والادارة النفسية علشان اقدر ان ما اخلطش ما بين ده وما بين ده. الخطة المعينة اللي انا حاططها في طريق نجاح هي الامل الوحيد اللي يوصلني ان انا اكون بني ادم ناجح. بس انا عشان اكون بني ادم ناجح لازم اعرف خطتي دي، سواء خطة زمنية او خطة مالية او خطة فكرية او حتى اسلوبي مع الناس كله. لازم ان انا اعدد الخطوات اللي انا هعدها على صوابعي علشان اعرف ان انا